يقول السائل: فيه جماعات يصلون صلاة الجمعة وبعد ذلك يقيمون صلاة الظهر ويصلونها في نفس الوقت، أفيدونا أثابكم الله؟ هذا بدعة، هذا بدعة شنيعة. اللي يصلي الجمعة مع المسلمين ثم يقوم يصلي الظهر أربعا، هذا فعل بدعة شنيعة ولا يجوز هذا، تكفي صلاة الجمعة والحمد لله. وهذا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الجمعة ويكتفي بها، وفرض اليوم هو الجمعة ليس ظهرا. يوم الجمعة ما فيه ظهر إلا لمن فاتته، لمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، أما من أدرك صلاة الجمعة فإنها تكفي وهي فرض اليوم. فالذي يصلي معها الظهر هذا مبتدع، وعمله هذا مردود عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.